اهلا بحضراتكم من جديد. كنا مع بعض قبل الفاصل بنتكلم عن اهميه التجربه او تجربه اعاره لاعبي النادي الاهلي الى اوروبا، وقلنا التجربه دي مهمه جدا وعدنا نشيد بيها وبدور الكابتن امير توفيق وايضا اللعيبه ما شاء الله التطور الملحوظ اللي شفناه خلال الفتره السابقه. دلوقتي كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، كان في قرارات مهمه جدا، من اهم القرارات او يعني اللي انا عايز اعقب عليها او اتكلم عنها اللي صدرت يعني منذ قليل في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماع مساء اليوم لمناقشه العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفه. وعقب الجلسه اتخذ المجلس القرارات التاليه، هنقول اهم قرار فيهم بيخص قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. الموافقة على سفر الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين ومايكل بروكيتش المدير الفني للقطاع خلال شهر أكتوبر المقبل إلى التشيك وسلوفينيا لبحث سبل التعاون المشترك مع أندية زيسكوف وزيلينيا وتبليستي وسيجما أولموتش بشأن انتقال لاعبي الأهلي إلى أوروبا وتنظيم المعسكرات المشتركة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية. النهارده أمير مع كابتن خالد بيبو مع بروكيتش خلال شهر أكتوبر القادم هيسافروا تشيك وسلوفانيا علشان النادي الأهلي النهارده هيوسع بقى النطاق والتعاون مع الأندية الأوروبية بشأن انتقال قطاع لاعبي قطاع الناشئين إلى أوروبا. وزي ما أقول لحضراتكم دي خطوة مهمة جدا، خطوة هتدي خبرات كبيرة للاعبي القطاع. وكمان دايما بنضرب المثل بأحمد عبد القادر في التجربة بتاعته اللي نجحت، علشان كده النادي الأهلي بيكررها، موجودة دلوقتي في ثلاث لاعبين بيدو هشام وبيسو ومصطفى فوزي. إن شاء الله هنشوف الفترة اللي جاية برضو لاعبين مميزين هيخوضوا التجربة وهتكون عدد كبير جدا. هيكون برضو التعاون مش يعني على نطاق اللاعبين بس، لا كمان على مستوى المدربين، هيكون في تثقيف المدربين، في تبادل خبرات، في سفر المدربين علشان برضو يقدروا يطوروا نفسهم. وده التطور اللي بيتم داخل النادي الاهلي في قطاع الناشئين. وايضا الاجتماع اللي احنا شفناه وكنا بنقول ان ده اجتماع مهم جدا في حضور كل الكباتن اللي كانوا موجودين مع كابتن محمود الخطيب.